طبعا في اختلاف كبير جدا. وانا عايز اقول لك على حاجه، دي بقى مش عشان احنا في قناه الاهلي، الكلام ده مرسخ بالارقام، لو ارقام خلاص مجرده من اي انتماء، من اي انتماء بالظبط، اللي هي ايه؟ الزمالك تفوقه بيجي لما يلعب مباراه. ليه؟ لانه ممكن يحشد ليها كل القوه ويقدر يكسب المباراه دي. الاهلي هو الفريق الاكثر قدره على الفوز تحت الضغوط والاستمرار في المكاسب. يعني مثلا ما حدش يتخيل ان الفارق بين الاهلي والزمالك يبقى 41 بطوله دوري مقابل 12. بالظبط. ازاي الفارق كده؟ يعني مثلا ما تجيب ريال مدريد وبرشلونه، تلاقي فرق اربع ارقام، تجيب شوف مانشستر يونايتد وليفربول، اما ليفربول ياخد اللقب السنه دي بعد السنين دي كلها، المسافات متقاربه بين الاول والثاني في كل حته في العالم. اياكس وفاينورد روتردام، تلاقي المسافات متقاربه. في اي بلد في الدنيا المسافات قريبه جدا، فارق مثلا تلاقي خمس القاب، ست، مش فارق بنقترب من ال 30، داخل 30 لقب، بنقترب من ال 30، يعني لو السنه دي هيبقى 30 لقب، يعني السنه دي الفارق يعني مثلا بنتكلم في 30 سنه على الاقل. ليه؟ انا بقول الزملكاويه ممكن بيزعلوا مني، بس انا بقول حقائق فنيه. الزمالك كتير لو انت جيت حكمت على الدوري، بص بقى عملتها، انا درستها كده، لو جيت قلت الدوري ده هو مثلا المفروض 34 اسبوع زي السنه دي، قلت ايه؟ طب تعالوا نفاجئ الناديين كده ونخلص الدوري عند الاسبوع ال 28. عارف هتلاقي الزمالك ياخد مثلا ايه بتاع 20 بتاع 25 لقب، يبقى الزمالك 25 والاهلي مثلا 30. بس الكامباك والريمونتادا اللي عملها الاهلي في الدوري ما كانتش بالمسافات او المساحات الطويله دي يا دكتور طارق. يعني انت بتتكلم دلوقتي لو حصل ده، انت بتتكلم في فرق 13 بطوله، هل في 13 بطوله كان في ريمونتادا وكامباك للاهلي كان بالدرجه ديت؟ لا، انا اقصد اقول ايه؟ ان انت لما تراجع مسابقات الدوري تلاقي مثلا زي السنه اللي فاتت دي الاهلي عمل كامباك من كام؟ كان 28 نقطه لما خسر بطوله افريقيا قدام الترجي، كان مأجل له ساعتها، كان لاعب ست مباريات، كان حوالي 6 7 ماتشات، ست كان الاسبوع السادس، وكان هو لاعب سته وكان الاسبوع 16 بالظبط، يعني كان فارق 10 مباريات، لان التوقيت ده الدوري كان محطوط مواعيد المباريات في الدوري في نفس توقيت ماتشات افريقيا بالظبط كده. فاللي حصل ايه؟ ان الاهلي عوض دور وكسب الدوري فرق كام كمان؟ ده فرق ماتشين 8 نقط، 8 نقط يعني من 21 تحت بالظبط الى 8، يبقى ده على فكره اكبر ريمونتادا في تاريخ الدوري المصري، الدوري المصري في تاريخ، يعني حتى المسابقه الشهيره موسم 95 96 اللي الزمالك كان متقدم ب 12 نقطه برضه الاهلي عوض وكسب الدوري بفارق 9 نقاط، فبقوا 20 نقطه لكن دي 29 نقطة. طيب هرجع لحضرتك لأن أرقام مثيرة وبالتأكيد محتاجين نتكلم فيها باستفاضة أكتر، لكن محتاج أخ